تعالى كما تعلمون في أن الربيع العربي جاء بحريات، يعني شملت جميع الدول العربية واستردت منها المناطق ديال عويلة الحجاج بشكل يعني مكتف. يعني أصبحت الممرات أو المسالك ديال المنطقة محتلة بباعة قارين وليس باعة متجولين. المتجولين كانت عايشة معهم بشكل عادي، هاد الناس أصبحوا قارين، يعني احتلوا الممرات اللي كتدخل لمنطقة عويلة الحجاج، مما عطل محطات الحافلات، الشاحنات، التاكسيات، الإسعاف، الإنقاذ. أصبحنا منطقة داخل المدار الحضاري تعيش يعني واحد العزلة، كأننا نعيش في أقصى المغرب المنسي، المناطق الجبلية اللي كتعرفوها. منطقة عوينة الحجاج المقاولات ديالها أصبحت يعني معظمها مفلسة، وكاين مجموعة ديال التجار معانا هنا في هذا الاجتماع يعني صابهم الإفلاس. فيما يتعلق باللقاءات المتكررة مع المسؤولين واللي وعدونا كثيرا، وعدونا بخلق لجنة لتقصي الحقائق في المشاريع المجمدة داخل المنطقة. مجموعة ديال المشاريع بما فيها فك الحصار على المنطقة، خلق مشاريع مديرة لهاد الشباب اللي هما كيتعرضوا للزجبين داخل السجون، مجرد أنهم يبحثون عن لقمة العيش فقط. يعني ماشي عصابات ولا لصوص محترفين ولا كذا، وإنما هم يبحثون فقط عن هاد الوعود. هل تم التنفيذ ديالها؟ هاد الوعود مع السيد الباشا وعدنا باش خلق لجنة لتقصي الحقائق لم تخلق هاد اللجنة؟ لم تخلق، هاد مجرد وعود. أنا قلت وعود ولكنها لم تفعل إلى حد الآن. إذا شو المطلب ديالكم؟ المطلب ديالنا واضح وباين، فك العزلة برفع هاد الباعة القاري اللي محتلين المداخل المترامية لداخل عوينة الحجاج. وكما تعلمون بأن عوينة الحجاج فهي وجهة تجارية مهمة، باعتبار المناطق المجاورة بمنطقة عوينة الحجاج كالنارجيس، وهو يعتبر أكبر حي بمنطقة إفريقيا، ماشي نقول فاس ولا المغرب، إفريقيا أكبر حي. فهو ما فيش محلات تجارية، نقولوا مارشي ديال التجارة. إما جعل منطقة أصبحت بحال السوق الحي المجاورة، سوق هاد الناس هادو استغلوا هاد المنطقة واحتلوا داك المداخل ديال عوينة الحجاج باعتبارها فوضوية، وداك الحدائق العمومية كلها أصبحت محلات تجارية قارة وكيتم فيها التجارة 24 ساعة على 24 ساعة. إذا تطالب إيجاد حل المشكل، حل لهذا المشكل، حل لهذا المشكل. وكاين سوق، عندنا سوق ممتاز يعني في المنطقة، ولكنه من 98 هو مغلق. وهذا السؤال المطروح حاليا، علاش هاد السوق علاش مشدود؟ علاش مشدود؟ هاد الناس عطاو البلدية، عطات الفلوس وخلقت هاد المحل باش ينقصنا من هاد الباعة المتجولين، ولكنه لا زال مغلق إلى حد الآن، بالإضافة إلى القاعة المغطى الرياضية، بالإضافة إلى دار الشباب المشتل. حنا ما عرفناش هاد المشكل. هذا هناك مشاريع اجتماعية واقتصادية مغلقة. واش هذا؟ انتم ما عارفينش السبب. ربما انتقام للمنطقة، لأن كما تعلمون في المنطقة بأن هي مصدر المخدرات، مصدر الدعارة، مصدر السرقة. يعني عملية الإغلاق تدخل في إطار نظرك انتقام. قلت لي في الكواليس أن هناك يعني غتلجؤوا لشي سلطات أو مؤسسة غير المؤسسات الوصية بخصوص المشاكل اللي تعانيو منها. فعلا حنا كنبحثوا وكنشوفوا السلطات اللي يمكن تدخل لحل هذا المشكل. حنا التجئنا لجميع السلطات، الوالي، الباشا، الامن، ما كاين حتى شي حاجه. اذا يمكن لك تقول النداء ديالك من فاس نيوز مباشره. حنا كنبحثوا لشي سلطه اللي يمكن تدخل
باش تفك علينا هذا الحصار ونعيشوا بحالنا بحال جميع المناطق في المغرب. حنا ما يمكنش نعيشوا هكذا في هذه الوضعيه المزريه واللي كتهدد المحلات التجاريه بالمنطقه وكتهدد ربما الاستقرار ديال الساكنه بصفه عامه ديال فاس، وربما اللي غتخلق مشكل الاحياء المجاوره اللي ربما غتخلق واحد المشكل كبير اللي غينعكس ربما وطنيا وربما على المستوى الوطني. سيسكاك شكرا لك. شكرا.